جاوبوني بزاف ديال لي ميساج بالنسبه للناس اللي شافوا ترانسفورماسيون ديال الدري اللي درت واحد البوست في ستوري. جاب واحد زوين جا من بعيد. الناس اللي انتريسي في الكوتشينغ غادي نخليكم الميل الدراري. انا من انستغرام الاخر ديال الكوتشينغ ما كنجاوبش فيه. غادي نخلي لكم الميل. هذاك الميل غتصيفطوا فيه ميساج غنصيفط لكم كاع لي زانفورماسيون وان شاء الله نديروا شي ترانسفورماسيون زوينه ونبارطاجيوها. وهذا ما كان دونك هو هذا الميل. ومرحبا بكم على فامي واش لا فامي معكم مسابت في الشيخ ومرحبا بكم في فلوق جديد في اكادير. لا فامي اول حاجه نقول لكم درت جوج اكسيدنت هنا في اكادير الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. شوفوا تصور هنا سيرجي كيفاش ولات. ثاني حاجه غنقول لكم على حساب طانكا لا فامي هذه ماشي ما تعقبش الدنيا غير مركبه. وحاجه اخرى حنا في شهر 8 يعني غير شهر تفليا وغير ضاحكين بنادم فايبي راكم عارفين فهمتي عام ديال الخدمه عام ديال الستريس عام ديال لونخيم ولعيبات بنادم كينزوي شويه كيستمتع الحياه عادي يعني ما فيها والو. وثالث حاجه غدوز معايا واحد النهار زوين حنا في شغازوت غادي نديرو جيتسكي وغادي نهودو نطلعو في اليخت فهمتي اخت هذاك الباطو اللي كيكون في مارينا. شكون لي معايا دابا لافامي معايا احسن مناظر في اكادير الله يحفظك اخويا عاد من غندير اخويا جيتسكي اليوم غادي نمشيو اليوم عند مومود واحد الصديق ديالنا الله يعمرها دار اييه غادي نديرو لاكتيفيتي ديال سميتو ديال جيتسكي وانا غادي نمشي انا ورا فامي ديالي غادي ندير اليخت غادي نطاو في هذاك الباط. ومعايا وليد عرفتي شكون هو وليد وليد خو هاجر الساعي خو لعيبة كرة القدم لا لا فامي حتى هو لاعب كرة القدم هو راه حارس مرمى وحق الرب راه شوفوا ادخلوا انستغرام ديالو عنده ما يقول ولكن راه ما فهمش كاين بزاف ديال الاداب والمغرب حارس مرمى ممتاز كما كان بغيك فاك يو ام فري باغي بينكا باغي مو لا كا وسبقا والبلية رداتني بلدا ما فاتني باغي بينكا باغي مو لا كا وسبقا والبلية رداتني بلدا ما فاتني عليك
طلع من اللور. نقدم لكم ليكيب ناسيونال، كاين الزوجة إكرام عمر بخير، كاين ولد عمي، وكاين ولد خالد. دونك حنا كاملين غادي نمشيو في الدوري. المهم لا فامي ها هو الدري اللي مكلف بالعباد ديال اليوخوت وداكشي، خصها تعالج عنده تعامل زوين ودور بلان هذا ما كان رفع. وي كرام تجيني تدخلي مازال